معكم عبد الله جميل، انا اركيتكت وانتيرير ديزاينر بفوتي امور. بشكل عام انا بحب شوي يكون في كونتراست او في مثل في فوكال بوينت حلوه بالديزاين. يعني في تو اركيتكتشر انتيرير ستايلز عكس بعضهم، اللي هو المينيماليست والماكسيماليست. كثير بحب اجمع بين هدول الاثنين. يعني يوجوالي العالم بتحب البيجيات الرماديات تبيت عن السيف سايد، بس حلو ببعض المحلات يكون في فوكال بوينت، في اليمنت ديزاين، اليمنت اكسسوارز، سواء بالانتير ديزاين او بالاركيتكتشر كلاينز كجيومتري كماسز، عن جد تو بريك هالمونوتوني. سو هيدا بشكل عام او بشكل كثير سريع الستايل تبعي انا كاركيتكت انتير ديزاينر عبد الله كيف بفكر يعني بالديزاين. وهيك الصراحة حاليا يعني صار لي فترة اللي ببالي كتير هو البرنت اورنج او الاورنج المحروق او مشتقات الورم كولر. اوكي يعني بحب الريد، بحب مثلا الجرين شوي ميل على الكولد، بس يعني الجرين مع البرنت اورنج الاورنج المحروق كتير بيطلعوا حلوين. يعني شفت في كتير ترند. وصلني ايميل بخصوص الالوان الانتيري ديزاينر في اللون العنابي، بس العنابي شوي الغامق. It's gonna be trendy لهالسنة وللسنة الجاية يعني. So hopefully نشوف هيك ألوان بالinterior designer بالclient ما يلعبوا safe side باجيات ورماديات. يعني اللي بدي اياكم تفكروا فيه اللبس مثلا. الفكرة انه هلا العالم كتير عم تقوي قلبها باللبس، لانه خلص العالم عم تتقبل فكرة يكون في ألوان كتير باللبس وكذا وهيك. يعني ما عدنا العالم عم تشوف تلبس لون موحد أو شيء، كتير عالم عم تلبس ألوان، يعني ألوان عم تقوي قلبها بالألوان وبالستايل. نفس الشيء للانتيري ديزاين. بالنهاية أنتوا هذا بيتكم عم يأكل شخصيتكم، نحن ما فينا نأكل شخصيتنا بجانب واحد اللي هو بس بلبسنا. أوكي سو عم نشوف إكسسوارات بيوت. بالنهاية أنا بدي لما أقعد بيتي حس عن جد ببيتي مرتاح. يلي بدي اياكم انتم للكلاينت تفكروا فيه وقت تعملوا ديزاين لبيتكم، انه يكون في اكثر من زاويه تكونوا متناسقين مع بعض. اذا كثرت الزوايا اللي فيها ديزاين ما معناتها حيطلع شيء معجق، مش معناتها انه حيطلع مثلا ما يكونوا متماسكين مع بعض. هيدا هون بيجي دور الانتيرير ديزاينر بالضبط. بس هي الفكره انه يكون في عندنا اكثر من زوايا بالبيت، لما نقعد نحس حالنا عن جد مرتاحين، يكون البيت هيدا عن جد هيفن او ملاذ لنا مثلا من الشغل ومن الضغوطات. لما اجي اقعد ببيتي عن جد احس حالي مرتاح، وخصوصا بعد ازمه كورونا. يعني ازمه كورونا علمتنا او جبرتنا نقعد بالبيت، خلتنا نلتفت لبيوتنا اكثر. سو يعني هيدا من الشغلات اللي كثير صراحه بشجع عليها الكلاينت، وهيدا الشيء كثير بربطه بالالوان. نحن يعني انت لما تفوت على سبيس رماديه مثلا، لما تفوت مثلا كافيه او مطعم رمادي، الانرجي تبعيتي بتبقى غير. مثلا هدوئي، نبره صوتي، حركتي غير لما فوت على سبيس فيفيد، في الوان، في حركه، في كذا. يعني مثلا اكزامبل بسيط، مثلا قارنوا مثلا مكاتب جوجل بمكاتب ابل. مكاتب ابل كتير مينيمال، كتير مش كتير فيوتشرستيك، بس لانه عندهم برودكت عم يعملوه، لانه هيدا البزنس تبعهم. بينما جوجل اذا بتلاحظوا اني اذر هاند، اذا بتشوف المكاتب تبعتهم فيهم كتير حركه، فيهم الوان. يعني خلص انت بتحسي حالك عن جد بدك تشتغلي، بدك تحركي. سايكولوجيكلي سبيكينج انت يو ار موفينج، يو ار ا دايناميك بيرسون او باليوزر بهالسبيس، منك لا والله بس قاعده مثل مثلا عم تشوفي البرودكت كذا وهيك. سو لما بتقارنوا هالوجهتين النظر حتحسوا عن جد لا انا نفسي اقعد ببعض المحلات مثلا، حتحسوا والله جوجل اوفيسز تبعين جوجل احلى. هيدا الشيء اللي بيستعملوه مثلا كثير مكاتب مثلا بالعالم، لما بيكون في تبع الكرياتيفيتي مثل مكاتب الاركتكتشر والانتيرير. هل ان شاء الله حتشوفوا مكتبنا هيك مثلا، في كثير زوايا بوت كرياتيفيتي. مكاتب جوجل مثلا، شوفي اسن كمان الماركتينج والبزنس، اي فيل فيه كرياتيفيتي لازم يكون في هيك زوايا عن جد اللي بتحمس اليوزر انه يشتغل ويعمل ويترك. هيدا الشيء ريليتد بالالوان، بالديزاين، بالفرنتشر، بكثير اشياء. يعني بالناتشرال لايتنج، بالارتفيشال لايتنج، كيف عم نلعب باللايرز الاضاءه، هذا الشيء كثير مهم. سو يعني